الطلبيه كلها بعتها لك. ماشي، مع السلامه. بقول لك ايه يا دولا؟ هو مين اللي خرم الاوزون؟ يا ابني دي اشاعات يا ابني، الاوزون ما اتخرمش ولا حاجه. اسمع بقى، اسمع بقى. انا اسف، اتفضل كمل يا جزمه. احنا بقى يا سيدي ككماليات حيه لينا طبعا اوزونين اللي احنا تقريبا بنسمع بيهم دولت. كوكب الارض. كوكب اسمه كوكب ده على اساس ان الارض على شكل بطه يعني ولا ايه؟ لا لا لا، مش هكمل، مش هعرف اكمل. انا اروح بقى ادي معلومياتي دي لحته وفقتله. غور غور يلا ما تكملش في 60 داهيه. حاضر يا دوله هكمل لك. كوكب الارض ده بقى ليه اذن واحده بس بيسمع بيها، المعلمين سموها الاذون. المعلمين اللي هم زي العلماء يعني سموها الاذون. ده حاجه حلوه قوي. ابتديت تفهمني يا دوله، ابتديت تفهمني يا ابن عمي. الاذون بقى دون اتخرم. الاذون اللي هو زي الودن بتاعت الكره الارضيه اتخرم. ده حد مثلا جه في الودن دي وقال توت، ولا مثلا الكره الارضيه بتستحمى دخل في ودانها مثلا شويه صابون وميه. بونجورنو سينيورا. بونجورنو سينيوريتا. اهلا اهلا دوله. هي ايه اللغه دي؟ ايطاليا بتاع كاوكاو، ايطاليا جاموسة. invece di uscire con gli amici preferisco passare in Egitto in lavoro o in vacanza. طبعا يعني، بس حضرتك يعني احنا كسبانين في الحته 2 جنيه يعني، ده اقل حاجه نقدر نكسبها، ما نقدرش نقلل عن كده يعني. La mia vita adesso è un po' diversa da allora. طبعا، لكن حضرتك يعني مبلغ زي كده يعني لازم يكون جاهز من الاول، فاحنا هنديكي لازم يكون جمله، لازم يكون في سعر جمله يعني عشان نقدر نكسب يعني. طب بقول لك ايه يا دوله، ما تيجي نديلها من التماثيل المكسره. ايه مكسر دي لفوق ايه؟ انا من نابل بحاره سباجيتي. طلعت من نابولي يلا حارة سباكيتي. بصي حضرتك بقى، حارة سباكيتي، حارة موتزاريلا، حضرتك احنا عندنا الاسعار ما فيهاش نقاش، احنا بنخفض لك حاجة بسيطة بس عشان ايه الجيرة اللي بيننا وبينكم في ايطاليا يعني. لا لا يا دولا، احنا لازم بقى نكرمها شوية، يمكن نطلع بكيسين كشري. انا مش جاية اشتري، انا جاية ابيع تماثيل فرعوني. جاية تبيعي تماثيل فرعوني؟ حضرتك يعني انا عمري ما سمعت ان قدماء المصريين عملوا هجره غير شرعيه لايطاليا، ده عملوها من زمان بقى ولا ايه؟ حبيبي احنا هنبيعوا تماثيل مقلده زي دوله الصين عمل فيكم، فاحنا عاوزين ناخد شغل كله من الصين. تاخدوا الشغل من الصين؟ معلش انتوا كده بتصفوا خلافات بين الدول وبعضيها يعني، عايزين تنافسوا الصين، دي حاجه بينكم وبين بعض، انا مالي؟ احنا هنديكم نصف اسعار الصين. لا 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 مش هينفع. بص حضرتك احنا خلاص ادينا كلمه يعني للحاج ملك الصين يعني، انا شخصيا اديتها له الكلمه دي، يعني احنا مش هنقدر نطلع قصيرين معاهم، كفايه هم اصلا قصيرين. كلمه اللي اديتها للحاج ملك الصين، طب اسمه ايه ملك الصين؟ جاكي شان. تريك قريت المعلومه في حته ولا حاجه. عموما انا ما اديتش كلمه لحد، وانا صاحب البازار، البازار ده بتاعي وانا اللي بتكلم هنا. بس المهم البضاعه هتوصل امتى؟ استبر شوية، البدعة مشونة في ميناء القاهرة. يا دولة اسمعني بقى، خد من رمزي بقى كلمة بقى، التماثيل دي ايطالي يعني بتاعت مشاكل، مش بعيد تلاقيها بتلعب كرة جوه في المخزن يا دولة. جيبوا لنا تماثيل بتاعت باولو روسي، ما بتقول لك تماثيل فرعوني يا أخي، أنت بتتكلم ليه؟ مالكش نو نو نو. ماشي عزيزي، هنحتاجه إلى سجل ضريبي حتى تتموا عملية الاستيراد والتصدير بالسلامة. بالسلامة إن شاء الله تتم بالسلامة، سجل تجاري وبطاقة ضريبية وكل اللي أنتوا عايزينه، ما دام ما فيش فلوس هتدفع متفقين. قشطة؟ قشطة. خلاص ماشي ماشي، هبعت لك كل البضاعة اللي أنت عايزها، مع السلامة. إيه رأيك بقى يا معلم؟ جبتك هنا أهو بقى عشان أعزمك بمناسبة الصفقة الجديدة بتاعتي. ربنا يخليك ليا يا رب يا دولة، هتجيب لي كوكتيل؟ ياد كوكتيل إيه يا ياد، أنا بقيت راجل أعمال جامد جدا، مش أقل من غدا وإيطاليان فود يا معلم. فول؟ ماشي يا دولة، بس بقى بالزيت الحار. إيه ده يا حضرات؟ معلش دي ترابيزتنا يعني. سيبهم يا دولة، أهو نتفرج على حاجة وإحنا بناكل يا دولة. أنا استحالة أطلعها إلا لما استرد كل اللي دفعته، دفعها عمري. كوبايات حضرتك هتقع. ما تقع! خليك في حالك هلا ولا. إيه يالا دي؟ إيه يالا دي؟ لا 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 حضرتك خلي بالك يعني، هو أنت بتكلم رمزي وبعدين حضرتك دي ترابيزتنا؟ قوموا بقى لو سمحتوا. أنا مكسل، قوم أنت. قوم انا ايه يعني حضرتك؟ لا يعني ايه مكسل دي؟ لا ترابيزتنا لو سمحت قوموا يعني. يعني ايه يا ترابيزتك؟ انت اللي شاري العيش بتاع الكافيه؟
هتخش لي بقى في سكه ان ده كفيل الحكومه والكلام ده ولا ايه؟ طب يلا بقى من هنا بدل ما نرش ميه عليكم قدام الترابيزه. يلا 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 يا غبي يا غبي، انت بترش عليا انا. اسمع يا فتحي، انا هكلمها لك، دي بنت عمتي وهي هتسمع كلامي. ايوه يا سوزي، خلصت النمره؟ يا سوزي انا زعلان منك، هو عشان جوزك ابن حلال وموافق على اللي انت بتعمليه تقومي تعملي فيه كده؟ يا ست هو مالكيش ما تشغليش، شغل رقاصة زي ما انت عاوزة، بس ده جوزك يا سوزي، يعني يرجع اخر الليل يلاقي عشاء. هتكلمها. لا 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 هتكلمها. ايوه يا سوزي هتكلمها، ده موبايل انا. هات. ايوه يا سوزي، ايوه يا سوزي. ايه يا ستي، ايه يا ستي، ده تليفوني حضرتك وهم عمالين بيتكلموا فيه من الصبح. طب وانا مالي اذا كنت انت كارت، انا اعمل ايه؟ لا 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 حضرتك عندك التليفون بتاع الكباريه، اكيد في دولي واكيد في مباشر وكل حاجه، امال بتمشوا شغلكوا ازاي؟ بلاش بقى الحركات دي. هتكلمها هتكلمها. ايه ده؟ انت بتقفل السكه في وش سوزي؟ لا لا يا دولا، ما يصحش يعني تتعامل مع الجنس النايم بالشكل ده. جنس ايه اللي نايم يا ابني؟ دي رقاصه زمانها صاحيه. مالها رقاصه؟ هي مش لحم ودم زينا؟ لحم ودم وسيليكون. سيليكون؟ انت قليل الادب. انا ولا الرقاصه؟ ده انتوا نهاركم اسود. دولا انا سامع صوت كشافات في عينيا. انت هتعمل لي فيها بطوات يعني ايه؟ بتشوف ودانك؟ اهلا يا سيد عادل، شرفت يا سيد رمزي. ايه ده؟ ايه ده؟ انا الصوت ده سمعته قبل كده، هو حضرتك بتاع سوزي؟ انتوا في المخابرات العامة المصرية، معاكم المقدم نبيل الحلفاوي والعقيد يوسف شعبان. طب النقيب محمد وفيق فين امال؟ النقيب محمد وفيق في مهمة تانية، خلينا احنا في عملياتنا. انا عايز حد يشيل الغمامة دي من على عينيا. الغمامة على اساس انها هتمطر، شيلها له بعد اذنك اهو. انا ونبيل الحلفاوي مراقبينكم من فترة طويلة قوي، للاسف انتوا متورطين في عملية امن دولة كبيرة قوي. امن دولة ايه حضرتك؟ لا يا فندم، انا بحب مصر جدا، واخر مرة مصر كانت في كاس افريقيا كنت بشجعها جدا، وكنت بعد اقول تيت 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 مصر، ايه اللي حصل مننا يعني؟ مطلوب نكون صحيحين اكتر من كده. حضرتك خلاص يبقى البن عليكم. وانا عايز سندوتشات عشان انا لما باكل بسهر على طول. ولا ما تزودش الطلبات، يلا ممكن يجيبوا لك اللي انت عايزه بعد كده يخصموه من الضرايب. انا عارف ان انتوا مواطنين شرفاء صالحين فعلا، لكن اعداء الوطن ما سابوش لمحب الوطن حاجة. يا سلام، فعلا يا فندم على رأي المثل، ادي العيش لخبازه. وعلشان كده احنا جبناكم هنا بخصوص الجاسوسة اللي اسمها ماتيلدا باولو. تعرفوها؟ لا حضرتك ما نعرفهاش. لا ايه يا دولا، لا ايه يا عم، لا حضرتك احنا نعرفها، انت من اولها هتنكر اللي جات لنا البازار النهارده بتاعت التماثيل. خرب بيتك. يا فندم سيادتك، اعرفها سيادتك يعني يا فندم، بس انا يعني كنت متلخبط. كويس انك افتكرت قبل ما نحطك على جهاز كشف الفكر. يا فندم انا ما كنتش اعرف انها جاسوسه. طب وحيات علم مصر، وحيات الاهرامات، وحيات ابو تريكه يا راجل، والله ما كنت اعرف انها جاسوسه. انا بقى كنت اعرف، لان هي فعلا كانت شكلها سوسه كده. اهو اعترف سيادتك يا فندم، امسكوه بقى اعدموه بالكرسي الكهربائي حضرتك، غرقا بالرصاص، اعملوا فيه اي حاجه، ده حضرتك بيشتغل جاسوس لخمس دول. عموما احنا مفتحين ومسكين خيوطات اللعبة من الأول. أنتم مطلوبين في مهمة وطنية مع الجاسوسة ماتيلدا باولو. تحت أمرك يا فندم، لو سيادتك يعني عايزنا نعمل أي حاجة أنا تحت أمرك. ممكن أزرع لها مثلا ميكروفونات في الشنطة بتاعتها، أو أكتبها شيكات بالحبر السري. التماثيل اللي قالت إنها هتوريها لكم محشوة قنابل ومتفجرات. يا نهار اسوح، كانت عايزة تفرقع في التماثيل عشان تخسرني كمواطن مصري ولا رمزي؟ دولا ايطاليا اعلنت الحرب عليا. يالا مش ايطاليا بس يا عادل، ماتيلدا باولو معاها فوق ال 14 جنسية. 14 جنسية؟ دي بتتاجر فيهم دي ولا ايه؟ انا هفهمك. ايوه يا ابني اديني رائد صبر عمنا، وانا كل ما اطلبه يطلع في الحمام. خلاص اديني اللي هو صلاح ذو الفقار. ياه نفسي اشوف نيلي. نيلي ايه يا ابني وانت في مسبيرو؟ ما تهبط يا تهبط. مقدم نبيل شغل الجهاز.
دي بقى صور ماتيلدا باولو بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وهي كانت سبب في تفكيكه. أكيد حضرتك يعني هي اللي يعني فتنت على الحزب الشيوعي بتاع يلسن مثلا. واللي معاها ده بقى ماركو فان باستن، أيام ما كان جاسوس قبل ما يلعب كورة، كونوا مع بعض خلية تجسس مأجورة وتعاملوا مع كل دول العالم. أكيد طبعا ضربوا أسعار يعني عشان ياخدوا المقاولة بتاعت الجاسوسية دي بسعر رخيص. بقول لك يا دولا، هو الجاسوس بياخد كام في الشهر؟ لا بياخدها بالقطعة مش بالشهر. السنة اللي فاتت بقى حاولت تجند الحضري عشان ينقل لها أخبار النادي، لكن هو رفض وصد الهجمة. الله الله يا حضري، ارقص يا حضري، العب يا حضري، ارجع بقى يا حضري. دولا يبقى خليه بقى يجيب شقة بطيخ وهو راجع. ونبعتهم برضه يجيبوا لنا جبنة. على فكرة يا فندم سيادتك، حكاية المخابرات دي بتجوع قوي زي البحر بالظبط. أنا بقى اسكت جاروها عشان تجرجروها. الله عليك يا نجم، هو ده الكلام. واحنا هنكون متابعينكم، بس مش عاوز يبان عليكم حاجة. لا ما يكونش عندك فكر خالص، احنا من حيث التنكر فاحنا متنكرين اصلا. ده انا ساعات ما بعرفش نفسي. امن مصر وسلامتها بين ايديك يا سيد عادل. حضرتك طب يعني